دليل وفاء من ابن لوالده وبني على مياه المحيط الأطلسي. ماذا تعرفون عن مسجد الحسن الثاني في المغرب؟ زيارة رسمية قام بها الملك الراحل الحسن الثاني لمدينة الدار البيضاء بعد وفاة والده الملك الراحل محمد الخامس عام 1986. كانت الشرارة لفكرة بناء أيقونة المساجد، حيث تعهد الابن بإقامة مسجد كبير على مياه المحيط الأطلسي، مستوحياً ذلك من الآية القرآنية وكان عرشه على الماء. تم افتتاح المسجد عام 1993 بعد مشاركة بارزة من المغاربة في بنائه من خلال الاكتتاب الوطني، حيث فاقت إسهاماتهم فيه أكثر من 30 مليون يورو. ويعتبر الحسن الثاني واحداً من أكبر مساجد العالم، إذ تبلغ مساحته حوالي 90,000 متر مربع ويستوعب 105,000 مصل، بالإضافة إلى ما يقدمه المسجد من متعة للناظرين، إذ تتجلى فيه روعة العمارة المغربية بما حواه من أعمدة وزخارف وأشكال هندسية مع مئذنة شاهقة.